Keep calm and carry on. كيب كالم أنت كاريان، اهدى ثم انطلق. واليوم باش ننطلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو الصراع الداخلي عند المراهق. يعاني المراهق أو التسمية الجديدة اللي هو اليافع خلال مرحلة المراهقة 5 أنواع من الصراعات. نلقاو الصراع الأول اللي هو صراع الاستقلالية، اللي هو الشعور الفجئي اللي يبحث على استقلاليته بطريقة مبالغ فيها، بمعنى يلوج على الاستقلالية التامة ولكن يقعد ديما سند متاعه المالي والعاطفي للأسرة والعائلة. ثاني صراع هو صراع الغرائز، اللي هو صراع داخلي وفيزيولوجي، خاصة وإنها الإفرازات الهرمونية تكون مكثفة في هذه الفترة، اللي يخلق في اليافع سلوك اندفاعي ومضطرب وهو يحاول يروض الغرائز متاعه. نلقاه الصراع الثالث اللي هو متطلبات الرجولة، واللي هي تاخو برشة تسميات أخرى كيف الهوية الجنسية، وهو نقصد به مدى تقبل الطفل بأنه ولد وبش يصبح رجل، ومدى تقبل الطفلة إنها بش تولي بنية وتصبح مرأة، وعلاقتهم بالصورة الجسدية. نلقاو رابع صراع اللي هو الصراع الإيماني، اللي هو طرح الأسئلة الوجدانية المرتبطة بالإيمان والتقوى والشريعة والفرائض ومسألة الحلال والحرام بين مختلف الأديان. نلقاو خامس صراع والأخير اللي هو الصراع الثقافي، اللي هو الميول للغير المألوف والبحث عن تصورات في ثقافات أخرى، نجم تكون إجابة عن عدة أسئلة، وخاصة كون اليافع يتلقى في تربية موسومة بالطاعة والتطبيق تلقين وعدم النقاش أو الحوار. وبهكا خليك مع موجة الحياة فيم، موجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.